السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم محسون، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. اشتريت قص حمام لاحم، لكن حاجة عجيبة حصلت وأنا بشتري القص ده. هحكي لك الحكاية من الأول. القص ده عمل معايا حاجة أنا أول مرة أشوفها من يوم ما ربيت الحمام. زي ما حضراتكم شايفين حجم القص، بسم الله ما شاء الله، حجم سوبر جامبو زي ما بيقولوا، أو سوبر جامبو كمان. أنا أول مرة أشوف الحجم ده. إحنا مش هنجايين نتكلم في مواصفات، لكن أقول لك أنا اشتريت القص ده ليه. أولا من فترة للتانية المفروض إن أنت تجدد دم الحمام، علشان موضوع زفارة الريش، لو الحمام اتجوز من بعضه دايما باستمرار ما جددتش بيحصل، ممكن يطلع ريشة سودة، ممكن يطلع زفارة في رجلين الحمام. لكن طبعا أنا الحمام عندي بقاله سنتين ثلاثة مش كتير، لكن برضو شفت القص ده عجبني عند واحد صديق، اشتريت منه القص ده وقصين كمان ثلاثة. لكن هتكلم على القص ده بالتحديد، المشكلة اللي حصلت مع القص ده. اولا اعمل لايك للفيديو وتعالى على طول نبدأ الفيديو. انا حطيت ذكر زاجي الحجم كبير عشان نقارن، بس هلحقه لان الذكر هيموته. طيب احط لك فرد تاني لاحم اهو، شوف بيعمل معاه ايه الذكر. يا رب الفرق يكون واضح. طبعا هنا في فرق في الحجم، طبعا لازم يخرج، ده هو الايه الدخيل. وطبعا الذكر اللي دخلناه دلوقتي برضو من نفس الشخص اللي انا شاري منه، لكن القص ده بالتحديد حجمه زياده شويه. التاني برضو حجمه كبير مش حجمه صغير، يعني ما تفهمنيش غلط ان التاني حجمه صغير، لا ده التاني حجم كبير فعلا، لكن ده اكبر كمان، ده عملاق زي ما بيقولوا. طيب المشكله في ايه بقى؟ زي ما قلت لك اشتريته بالزغاليلي اللي حصل ده من حوالي شهر. طبعا استقبلت القص ده بره، استقبلته ورشيته فيركون اس. تاني يوم بالظبط سكنتهم في العين دي زي ما حضرتك شايف كده، لان طبعا لقيتهم كويسين، صحتهم سليمه، بيبان لو في حاجه. يعني هي نفس السلاكه اللي هو فيها دي بقاله كده بالظبط شهر دلوقتي. القص ده بعد 15 يوم باض، لكن انه لقيت البيض متسقط في السلاكه تحت كده في الرف اللي هو الرف البلاستيك ده. مع الميزه انك تربي في سلاكه ان انت تقدر تعرف اي حاجه بتحصل. القص عنده اسهال هتشوفها في الدرج، عنده بيسقط بيض هتشوفها في الدرج، دي ميزه التربيه في سلاكات غير التربيه السايب. لو لقيت القشره دي في التربيه السايب كده هتلاقيها على الارض مش هتعرف هي بتاعت مين. طبعا عالجت الموضوع بسرعه، عطيت فصين توم لمده 5 ايام، قشرته الفص التوم وزغطت منه النتايه، واعطيت كمان نص قرص كلسم دي 3 اف لمده 5 ايام، نص قرص فصين توم لمده برضو 5 ايام. طبعا انا بدات العلاج على طول من بعد ما سقط اول بيضه، من ساعه ما لقيت اول بيضه كده على طول قلت يمكن الحق البيضه الثانيه، لكن برضو البيضه الثانيه نزلت برضو من غير قشره. بعد 10 ايام بدا يبيض جديد، طلعت لقيت بطين في نفس اليوم. ايه ده؟ بعد ما لقيت البطين ايه ده؟ يعني ايه نتيتين؟ معناها كده ان هما نتيتين، مفيش حل تاني غير ان هما نتيتين. لكن برضو قلت استنى عليهم ما نشوف هما هيعملوا ايه، يمكن ما اعرفش، يمكن ساعات بتحصل معجزات يعني، لان مفيش نتاية، انا ما قابلنيش نتاية بتبيض البطين في نفس اليوم ابدا. من يوم ما ربيت حمام بقالي عمر كبير ما قابلنيش الظاهره دي، ان حمامه تبيض البطين في وقت واحد. طبعا انت شايف الاثنين راقدين مع بعض في نفس الطاجن اهو، شكلهم نتايتين بس ما شاء الله الحجم، يعني الذكر فاير شويه عن النتايه، يعني انهم نتايتين، يعني نتايتين لما يبيضوا بطين في يوم واحد يبقى نتايتين. كل اي حد هيقول لي كده، بس ازاي وانا شاريهم اصلا بالزغاليل بتاعتهم؟ ماشي، يمكن الراجل كان محضن تحتهم بيض وطلعوه، ممكن برضه ينفع نتايتين يحضنهم بيض ويطلعوا زغاليل، وينفع ذكرين برضه يحضنهم بيض ويطلعوا زغاليل ويكبروهم كمان. من الاول يوم ما باضوا من البطين انا قلت ايه امسكهم اتاكد ان هم مين اللي باض، لقيت الذكر ناشف، مش نتايه مطريه موسعه باين عليها انها لسه بيضه، لكن الذكر مش باين ان هو باض حاجه، وباين ان هو ذكر برضه، المخرج بتاعه ناشف مش طري زي النتايه. تاني يوم جسيتهم لقيت النتايه بقى عليها البيضه اللي هي هتصبح تبيضها اليوم التالت، ذكر جسيته مفيش عليه حاجه خلاص يبقى ذكر. المهم اليوم التالت لقيت البيضه التالته، ده معنى كده ايه؟ نتايه تبيض 3 بيضات، النتايه باضت 3 وهم في السلاكه محبوسين، عشان محدش يقول لي ده بيض حد تاني. طبعا معظمكم هيقول ايه لا نتايتين اهم يا جماعه 3 بيضات، كسروا بيضه والله اول ما اشوفها دلوقتي مكتوب عليها 6-1 اهو 6-1، بس طبعا الكسر ضيعها.
والبيضه الثانيه برضو اهي 6-1 اللي هم متبيضين في نفس اليوم، البيضتين دول في وقت واحد اهم. بعدها بيومين البيضه دي اذا ما كتبتش عليها بعدها بيومين دي كانت 8-1. باين انها محببه اهو من الكلسيم اللي انا اعطيته للنتايه اهو، التحبيب ده من 8-1. طب كده يبقى ايه لما هتقول النتاية باضت 3 بيضات؟ احنا كانت تمر علينا زمان وتلاقي البيضة التالتة دي بلية خالص، لكن ما شفتهاش ان هي بالحجم ده. انا شاكك ان هم نتايتين وانت شاكك ان هم نتايتين. طيب انا طفيت النور وتعالى نفرز البيض. بقى لهم دول 7 ايام ودي الاخيرة بقى لها 5 ايام اللي هي ما كتبتش عليها تاريخ. هنبدأ باللي هي اخر بيضة يا جماعة، معرقة اهو بس لسه جديد، عمرانة تمام كده، يبقى دي مخصبة. طيب تعالى نشوف البطين التانيين برضو هنا، دي من قبلها شوية فباين فيها اكتر، ده اوضح. طب دي دي البيضة التالتة اللي هي كسروها، دي كانت فارغة مش فيها اي تخصيب، يمكن هم عرفوها ولا ايه فكسروها. طب بس هل هنا برضه انا لسه شاكك في الموضوع، في حمامه تبيض 3 بيضات كبار كده؟ ما شفتش، انا لسه ما شفتش. طبعا ممكن حد يقول لي ان هي ممكن نتاية تانية دخلت باضت. لا يا جماعه الباب ده انا قفل على طول، انا باكل واقفل على طول، ما بفتحش عليهم. انا استخدمت السقايات اللي هي دي، بحط الميه واقفل، ما نسيتوش ابدا مفتوح. تمام، يبقى ال3 بيضات بتوعهم. لو في حد من حضراتكم مر بالتجربة دي، نتاع عنده بيض 3 بيضات بالشكل ده، يقول لنا. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هاخد البيض البطين بتوعها دول احضنهم تحت حمام تاني. انا عايز اعرف واتأكد، انا لسه شاكك لحد الان، انا لسه شاكك رغم ان البيض مخصب. عايز اخد البطين احطهم تحت حمام تاني احضنهم، في نفس الوقت استفاد ان يطلع لي من السلالة اللي هي الحجم الكبير ده، انا محتاجهم ان انا برضو يتجوزوا من الحمام اللي عندي، الزغاليل اللي هتطلع منهم، علشان برضو زي ما قلت لك موضوع تجديد الدم ده، وفي نفس الوقت استفاد عيش زيادة، واتأكد كمان من الحمامتين دول ان هم ذكروا انتايا ولا انتايتين. اكتب لنا في التعليقات، بس في نفس الوقت هقول لك انا كنت بعطي ايه، ممكن يكون ده السبب اللي خلى النتايا تبيض 3. العلبة دي كان بعتها لي علبة فيتامينات من الكويت، كان بعتها لي صديقي حسين من الكويت، طبعا هو كويتي، ربنا يكرمه ويبارك له يا رب. ممكن تكون دي عملت الطفره دي وخلت النتايه تبيض البطين في وقت واحد، وتاني والتالت يوم تبيض يبقوا 3 بيضات. هي العلبه يا جماعه، ده علبه الفيتامينات، اللي يعرف يقول لنا. انا هاخد البيض احضنه تحت حمام تاني واسيبهم يبيضوا تاني، اتاكد منهم، وفي نفس الوقت احط لهم في الميه دي 3 ايام سيلينيوم عشان الذكر يزود الخصوبه بتاعته، يظهر لنا عشان نكون متاكدين ان هو الذكر فعلا، لان هو فعلا الذكر ده يتشك فيه ان هم بيزومش وما بيعملش اي حاجه زي الذكوره التانيه. مش شرط، اكتر ناس غواه بيتغشهم في موضوع الذكر من النتايه ده، العلامات والشكل مش شرط، هو شكله ذكر من بعيد لكن مش شرط، ياما مر علينا في الحمام. اللي هحط لهم سيلينيوم واشوفهم في العش اللي جاي هيعملوا ايه، وهم مقفول عليهم السلاكه بالظبط كده. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.